داخل مربع العمليات كما شاهدنا اليوم. فجاته المحاوله الاولى فاستطاع باش يسجل بها هدف الاول في الدقيقه السادسه، يعني هدف جميل رغم ان هدف مريح ربما فريق الفتح الرياضي وقدم شوط اول في المستوى اللي شناه. يعني بكل صراحه فالهدف جا في الدقيقه السادسه، يعني شويه فريق نادي قنيطره الله بغى يوقف المقابله كيتفاجئ بهدف الدقيقه السادسه، الشيء اللي خلى اللاعبين ديال فريق نادي قنيطره يرتكبوا بدايه. ولكن هذا ما تيعنيش بان فريق نادي قنيطره فهو على بين بانه فريق في المستوى، ظهر بمستوى جيد خصوصا في الدقائق الاخيره اللي كان يسجل لاعبيات من يعني من اجود اللاعبين داخل فريق النادي القنيطري. كذلك الرغبه ديال المدرب المريني اللي لاحظناه تيخرج لاعب يعني قلب الدفاع ديال نور الدين ايت عبد الواحد اللي تيخرجوا وتيقحم اللاعب النيجيري اوبينا، يعني هذا كيبين على ان المدرب المريني باغي يدي ثلاثه نقاط من مدينه الرباط. لكن ربما ظهر بان فريق الفتح الرياضي فريق دائما قلنا برغم بانه بطل وصاحب لقب افريقي الموسم الماضي وايضا بلاعبين مجربين لاعبين في المستوى، وايضا تنتكلموا بان الوقت اللي تيكون الفريق وقف كما تنهضروا باللغه ديال كره القدم، فالاكيد البان بان فريق الفتح الرياضي فعلا فريق اللي هو يستحق الرياضه لحد الساعه. لكن نتحدثوا المساله اللي ربما ما ظهرتش كثير لكن نتحدثوا عليها الان، فهي الجمهور. جمهور خالد، ففريق الفتح الرياضي اذا كان الجمهور تيكون دائما عامل مساعد للفريق، فايضا ربما هو عامل مساعد ايضا فريق الفتح الرياضي تيلعب في الميدان ديالو بدون ضغط. لكن الان تنشوفوا الجمهور فريق النادي القنيطري هو الاكثر عددا وحرارة وحماسا داخل أرضية الملعب. فاللي دخل المجمع الأمير مولاي عبد الله خالد وشاف الجمهور ديال نادي قنيطري ما غادي يقولش بأن راه نادي الفتح الرباطي كتلعب بالمجمع الأمير، غتقول بأنك تلعب بمدينة قنيطرة. أنا كما سبقت وقلت لك بأن غيكون الجمهور ديال نادي قنيطري أكثر من الجمهور ديال فريق الفتح الرباطي، وهذا شيء واللي فريق الفتح الرباطي ضيع مجموعة ديال الفرص، وهذه أبرزها ديال اللاعب تريكي اللي الكرة تطمت بالعارضة. يعني كان فريق الفتح الرباطي يخرج انتصر بواحد أربعة الأهداف ولا خمسة الأهداف، ولكن كما قلت كذا ما كيبينش الضعف ديال فريق نادي قنيطري، لان كانت مقابله مفتوحه. فريق نادي قنيطري جا لمدينه الرباط باش يلعب مقابله من اجل ثلاث نقاط، الشيء اللي خلى المقابله فيها عده فرص للتسجيل، وهذا كان هو الهدف الثاني ديال اللاعب انداري، هو اللي خلى الفريق نادي قنيطري لانه تسجل عليه في الاصابه الاولى في الدقيقه السادسه، ثم الهدف الثاني كيتسجل عليه في الدقيقه العاشره من الجوله الثانيه، الشيء اللي بعثر الاوراق ديال المدرب وديال اللاعبين. ولكن على العموم فمقابله كانت جميله اللي قدموها لنا الفريقين ونص يعني ايضا سمحتي خالد، ففريق الفتح الرياضي ظهر يعني بمظهر الفريق القوي خصوصا على خط المستوى خط الهجوم، اللعب على المحاور، المحور الايمن على المحور الايسر، كان تمريرات عاليه ايضا، كان ضغط من خلال تمريرات عرضيه بين اللاعبين، تمريرات طوليه ايضا، فبان حقيقه فريق الفتح الرياضي بمظهر الفريق اللي يستحق يكون بطل ويستحق انه يكون متسيد ترتيب الدوري المغربي حتى الساعه. بكل صراحه لانه فريق الفتح الرباطي بين اليوم على انه فريق من الفرق الكبرى في البطوله الوطنيه، خصوصا انه عنده خط هجوم يعني في لاعبين متميزين كاللاعب البحري وكاللاعب تريكي، رغم ان اللاعب تريكي ما عندوش مقابلات كثيره في الرجل ديالو، فهو الان يعني جاهز يعني سجل هدف وضيع جوج المحاولات حقيقيه للتسجيل. اللاعب البحري كذلك كان نشيط جدا في الخط الامامي اللي ساند اللاعبين ديالو، عطى تمريرات حاسمه للاعبين ديالو اللي ضيعوهم يعني بغرابه، لان كما قلت لك خالد فكانت المقابله تنتهي باكثر من 2-0، لان كانت تكون نتيجه اثقل للفريق الفتح الرباطي، وهذا ما كنعاودوا ما كيبينش بان الفريق